واحد. طيب هيتبدلوا بكام؟ نعم. فدي مهمة. نعم. نتنياهو كان مصمم 3-1. نعم. هنعرف دلوقتي المنظر ازاي، لانك كانت في تعليمات باريس قالوا 3000 اسير على اساس انهم هيطلعوا فلسطيني. فلسطيني. اه. هيطلعوا كل الفلسطينيين. او نص السجون الموجودين في السجون. السجون. نعم. اللي هم 3000. نعم. والباقي لسه 3000. وفي 6000 عايزين يطلعوا 3000. عايزين يطلعوا 3. نعم. هيبدا بقى الاختلاف في الاسماء. لان هم عايزين يطلعوا بعض القاده والرؤساء ما يجيش يطلع واحد البرغوثي انت عارف الكلام ده. اسرائيل بتيجي تضحك تقول لك ايه؟ واحد عنده 6 اشهر وطالع طلعه. لا انا عايز واحد اللي بقى قدامه 7 سنين 10 سنين. نعم. هنا هنختلف في الاسماء. ودي عشان كده الناس بتقول طب يقعدوا 3 ايام ليه؟ هنا التفاصيل في تبادل عشان توصل لاتفاق الاسرى. كويس. اسرائيل عندها مشكله يعني هنا هيشمل قائمة باللي هيتم الإفراج عنهم في الاتفاق الإطاري ده؟ الاتفاق ده طبقا للمدنيين مدنيين فقط. الرهائن. نعم. قصادهم الأسرى في السجون الإسرائيلي. كويس. هيبقى حماس عايزة جزء تاني عشان تطول برضو المفاوضات المرة التانية. نعم. لأن لو إسرائيل خدت ناس بتوعهم. نعم. الكارت الوحيد اللي كانت حماس بتلعب بيه. نعم. الرهائن. الرهائن. هناك الأسرى العسكريين. نعم. لجيش الدفاع الاسرائيلي داخلين ده في الاتفاق ولا لا؟ لا لا, لا. دول بقى الاتفاق مرحلة أخرى. والدول بقى نصين. نص البنات المجندات الاسرائيليات حماس عامله كده ولعيبه في الحته دي. المجندات نص وبقيه الضباط والجنود نص تاني. وطبعا حماس طبعا لو رمت كده هتبقى رمي معاها كذا كارت يعني معاها كارت. نعم. بعد كده هنخش على اسس تجاه قيام الدوله. نعم. ودي انا بقول دايما فرصه الفلسطينيين. الفرصه الاولانيه اللي ضيعوها كانت في مينا هاوس. نعم. انا وانا امبارح بقرا لما انا كنت داخل معاكم داخل قريت القرارات زعلت. ده كان معمول لهم حكم ذاتي في الضفه. ايوه. واترفض ورفضوا. ايوه. منهم لله. فرص الضائعة. ايا كان فرص ضائعة. فهم النهارده بيعملوا اساس لقيام الدولة الفلسطينية ولازم نقول نستغل الفترة دي. ليه؟ كويس. لان جو بايدن ما يضيعوش الفرصة دي. جو بايدن بيرى حل القضية في اطار دولتين، دولة